ايه يا ست الكل؟ انا قلت انت هتلطعيني ومش هتيجي زي بتوع السيما. الفلوس. وايه المكان اللي انت جايبانا فيه ده؟ مش كنا اتقابلنا في جروبي زي اي اتنين حبيبه احسن. لخص في الكلام، امن على فلوسك. مالك بتتلفتي كده ليه؟ وانا ممكن اجيب حد معايا في مكان زي ده؟ في سؤال واحد عاوز اساله لك قبل ما امشي. اسال. انت اللي حاططي لي الحاجات في الشنطه؟ انا. طب ليه عاوزه تسجنيني؟ ده انا خدمتك وخدت تمن خدمتك، كان لازم تختفي من حياتي. تغطس ما تقبش. اختفي واغوص 9 سنين من عمري ب10,000 جنيه؟ ده غير الفضيحة اللي اتفضحتها بعد ما خرجت من السجن. على العموم ده لو كنت عارف ان ربنا هيعوضني كده كنت اتحبست وانا مبسوط. فاكر يا عبد العظيم اخر مرة لما شفتك قلت لك ايه؟ فاكر. يا ريتك كنت سمعت كلامي. سلام يا مرة.